السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناة أبو سمكة. اليوم جيتكم بواحد الفيديو ديال يعني أستاذ مهدي منيار، أستاذ غني عن التعريف، يعني أستاذ اللي عطى بزاف يعني لولاد الشعب، أستاذ عطى بزاف لولاد الشعب و يعني تعاون مع بزاف ديال الناس. اليوم نشوفوا الفيديو ديالو ان شاء الله. جا بغى دار واحد الفيديو مؤخرا، بغى يحفزكم خصوصا ولاد الباك والسيزيام اللي عندهم الجهوي والوطني. يعني جاب فيديو جديد، سمعوا ليه ان شاء الله ويكون خير. خوتي خواتاتي، رمضان مبارك سعيد. وخا جات معطله، كنعتذر عن هذا الغياب، وخا ماشي طويل ولكن شويه، لان ضروري كتوصل لواحد الفتره خاصك تريح وتراجع الاوراق ديالك، وشحال من انك انت غالب في شي حاجه خاصك تسمع الانتقادات، رغم انها سواء تكون سلبيه ولا ايجابيه، يعني اي راي كندير به وسيرتو منكم انتوما. بغيت نقول لكم واحد الحاجه، اي واحد كيمر من فتره صعيبه، سواء يكون عنده امتحانات ويكون عنده مشاكل ويكون عنده يعني اي حاجه في الدنيا راه ليها الحل ما دام عندنا الله سبحانه وتعالى، يعني اي حاجه نقدروا نوصلوا لها. لذلك كنقول لكم اخوتي، الا ما حفزتوش راسكم نتوما، ولا ما نتوما ولا نتوما ما شحنتوش راسكم بالرسائل الايجابيه، شكون غادي يحفزكم وشكون غادي يثيق بالقدرات ديالكم؟ اي فكره عندك اطلقها تعيش في ارض الواقع، راه اي حلم راه كيصبح، وخا حلم انه تقدر ديروا هدف، اي حلم ديروا هدف، والهدف راه يمكن لك توصل ليه الى بغيتو، اي واحد يقدر يوصل للهدف ديالو، ولكن الخيبه هي انك توصل للهدف ديالك، لان الهدف ينتهي بمجرد تحقيقه، يعني الهدف راه يمكن لك تحققه، ولكن خاصك دائما تبقى تستمر، دائما يكون عندك شي حاجه انك تهيت عليها، يكون عندك واحد الطموح، يكون عندك تكون كطمح، لان الفرق ما بين الطمع والطمح، ضروري خاصك تكون كطمح لشي حاجه. الا بقيتي انك كتسمع الرسائل السلبيه وبقيتي كتلقى الرسائل السلبيه من عند الناس، راه اوتوماتيكمون غتحس بالفشل. الا كنت نكذب عليكم انا، الا قلت لكم ما كنتش كنسمع الرسائل السلبيه، انا كنت داير بواحد المحيط اللي ضروري كتسمع انت ما غدير والو، انت هادي، ولكن ملي كتجي عند الام ديالك وعند الاب ديالك تقول لك تبارك الله عليك ولدي غادي توصل غادي دير، مادام ان الله سبحانه وتعالى راضي عليك، والدين راضي عليك، راه ما كايناش شي حاجه مستحيله في هذه الدنيا باذن الله، غير يكفي انك انت تبغي، غير بغي وتيق براسك. انا كنعاود نقولها لك، الا ما تقفش في راسكم انتوما شكون غادي يثيق فيكم؟ دائما انك انت كتب، لما لقيتي شي واحد يكتب لك شي حاجه زوينه كتبها لراسك انت، برافو انا قادر انا استطيع انا هاد، لان اوتوماتيكمون انت كتبدا تشبع بدوك القناعات وبدوك الرسائل كتبدا تشبع بهم. ولكن الا كنتي مريح وسط واحد لونتوغاج اللي انه كيشحنك دائما بالرسائل السلبيه، راه حاجة عادية، كتحس بواحد الإحباط بلا ما تحس، غتحس بواحد اليأس بواحد الفشل، ولكن باش أنني نتغلب على هذا الشيء بالرسائل الإيجابية، لأن الرسائل الإيجابية كتمحي الرسائل السلبية. والدراري اللي عندهم امتحانات، هذه فترة أو هذه يعني شيء عادي أنك تكون حاس بالخوف، ولكن هذاك الخوف ما خاصوش يؤدي بك الى الهلع، ولا يعني لقيتي كتخاف بزاف تقدر تمشي للامتحان وتنسى. اما دابا الخوف متجذر في الانسان، وطبيعي انك حاجه عاديه انك تخاف لانك انسان، ولكن راه خاصك تعرف بان الامتحان الوطني او الامتحان الجهوي او اي امتحان ليس سوى يعني اسئله بسيطه تجرى في اخر السنه، ما غاديش يطلبوا منك شي حاجه اللي خارقه للعاده ولا شي حاجه اللي ما انك ما قادرش ديرها، لا بالعكس. حلقه غادي نخصص لكم حلقه ديال الخوف، وغادي نخصص لكم حلقه ديال التحفيز، وكيفاش انني نذكر المعلومه يوم الامتحان، وكيفاش انني ما نخافش يوم الامتحان، وكيفاش انني ما تمشيش ليا المعلومه، وكيفاش انني ندخل الامتحان، وكيفاش من يسالي الامتحان كيفاش نستعد للماده الاخرى. يعني هاد جميع النصائح ان شاء الله غادي نديرها لكم في فيديوهات. الى قبلتوا عليا، معكم اخوكم مهدي منيار. ما كاين غير النجاح، وما تنساوش كل شيء قريب. والله حتى كنبغيكم بزاف بزاف بزاف، ورمضان مبارك سعيد مره اخرى. ولكن حشار مول السلامة، وحاولوا انكم تستغلوا هذا رمضان لانه ليس سوى شهر، يعني شوفوا واش غنوصلوا رمضان الجاي، السنه القادمه ولا لا.
اللي قال كنحاولوا اننا ما نضيعوش هذا الشيء هذا. الله يجعلوا علينا وعليكم محبه وكثيره ان شاء الله يا ربي. الله يتقبل امين يا ربي العالمين يا رب. يعني كما سمعتوا اخوت يعني هذا الاستاذ الغني على التعريف مهدي منيار، انا كنحترم بزاف هذا الاستاذ صراحه. عاون شحال من شاب مغربي ما لقاش باش يدير المراجعه، هو مشى دار لي يعني دار له فابور المراجعه، نجح الالاف 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 من التلاميذ المغاربه اللي كانوا يعني كانوا ساقطين صافي، كانوا يسقطوا من اللي جاو داروا عندهم مراجعه سبحان الله العظيم. الدورة الثانية تبدلوا ولا واحد آخر، يعني بزاف ديال التلاميذ اللي نجحوا قدر نقولوا بالفضل ديال هاد السيد هذا، ما جاوش وسموه بالأستاذ المعجزة إلا هو كان بصح معجزة بصراحة. هنا شكون سعيدات الحلقة الخوت، إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك واشتراك في القناة. إن شاء الله وخوت.